تعطل التجهيزات الصحية بالمستشفيات العمومية. سيدات والسادة من فريق الأصالة والمعاصرة، تفضل. شكرا سيدة الرئيسة. سيد الوزير، نسألكم اليوم على التعطل الكبير الذي تعرفه مجموعة من الأجهزة الطبية في غالبية المستشفيات العمومية على المستوى الوطني. تفضل سيد الوزير الجواب. شكرا السيد نائب. هذه المسألة ديال الصيانة هي مسألة اللي كترجع يعني بزاف ديال المرات في الأسئلة وكذلك في الواقع، وأنا لما كنزور المستشفيات من الأسئلة الأساسية اللي كنطرح هي مسألة الصيانة. اليوم مسألة هي مسألة تدبير، مسألة حكمة، وليست مسألة موارد. اعتمدنا مقاربة ديال التفويض التام لتدبير الصيانة للجهات بإحداث مصلحة ديال التجهيزات والصيانة. هناك مقاربة محلية في المستشفيات كيقوموا بنفسهم ببعض التدخلات على مستوى يعني الصيانة وإصلاح ديال العتاد الطبي التقني. على المستوى الإقليمي خصات الوزارة سنويا، اليوم وصلنا ل 180 مليون درهم سنويا اللي كتوزع حسب الحاجيات ديال المندوبيات على المستوى الوطني، وكتخصص لتمرير الصفقات الخاصة بصيانة المعدات الطبية فيها الصيانة الوقائية والصيانة العلاجية. على المستوى المركزي تيبقى واحد المستوى عندنا اللي كيتعلق بالتجهيزات الثقيلة. في هذا الإطار يعني في إطار الصفقات التي كنبرموها لشراء هذه الأجهزة، كنخصوا بدفتر التحملات فصل خاص بالصيانة لهذه الأجهزة، لأنها تعمل ببطاقات إلكترونية لا يمكن تشغيلها إلا من طرف الشركة التي حازت على الصفقة. في العموم في الوزارة كتخصص ما بين 8 و10% من مبلغ الصفقة للصيانة. مثلا عند شراء سكانير حوالي 3.9 مليون ديال الدرهم، كنخصوا 473 ألف درهم للصيانة. شكرا. شكرا. تعقيب السيد النائب. سيد الوزير، اقراركم اليوم بانه اشكال ديال الصيانه مطروح بحده، انا كنشوفه من الجهه الاخرى المتعلقه بالاثار السلبيه التي لها ارتباط بالمواعيد اللي كتمشي العام عامين ست شهور الى اخره، اللي عندها ارتباط بنفس الاجهزه اللي عندكم في القطاع العمومي، فاش كنمشيو للقطاع الخاص كنلقوها مشتغله وما كتخسرش. اذا شنو كاين الاشكال؟ ايضا كاين الكلام على صفقات اللي عندها علاقه بهذا الملف ديال 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 الاقتناء ديال التجهيزات. للاسف الصحافه كتكتب بانه كاين يعني صفقات على المقاس لنفس الشركات الى اخره. ايضا هذا العدد التجهيزات، واش يمكن لكم تقولوا لنا الرقم اللي كاين ديال عدد التجهيزات المعطله؟ امور بسيطه متعلقه بامراض ديال الراس، الحنجره، المعده، كلها عندما يذهب المواطن الى هذه المؤسسات الاستشفائيه يعني يصاد يدفع بكون هذه الأجهزة معطلة. ولكن الخطير هو نفس جزء من التقنيين، ونحيي بالمناسبة رجال هذه المهنة، ولكن جزء منهم ما زال كيخدم في القطاع العام والقطاع الخاص، وربما هناك بعض الأمور اللي عندها علاقة بما هو بشري. كتقولوا هذا الشيء غديروها للجهات، ولكن الصفقة الاقتناء الكبير كديروه على المستوى المركزي، وكيفاش للجهات؟ واش حنا الجهات ديالنا مؤهله؟ ممتاز، ولكن علاش ما تعطيهمش هما يقوموا بالصفقات؟ لان عارفين الحاجيات، كم من اجهزه تم اقتناؤها هي مازال في السطوك وغير مخدمه. وغير خير دليل لقيتو كتدشنوا مؤخرا مستشفيات عموميه، تدشن لا تشتغل اسهل نموذجا. باب ويبه راه فيها خص يتحط سكانير، هذه ما واحد المده وانتم كديو تجيبوا في هذا الشيء. اكثر من ذلك العالم القروي والمستشفيات في العالم القروي بدون اطباء، الامور بسيطه، خص خيط، خص كذا، ما كيتوجدش. هذا الشيء كامل يؤثر سلبا، ونقدر نقول الصحه مريضه سيد الوزير، هل منقذ لكي تصبح فعلا صحه؟ شكرا. لان شكرا سيد النائب. تعقيبات اضافيه بخصوص هذا السؤال؟ انتوما نيت، تفضل. تفضل سيد نايم. شكرا السيده الرئيسه. السيد الوزير المحترم، بغيت غير نثير الانتباه ديالكم للمستشفى الاقليمي ديال مديونه اللي تفتح وتدشن. دشن اليوم هذاك المستشفى سقط سهوا من الميزانيه ديال وزاره الماليه، فهذاك في اطار ما يسمى بالمرافق العموميه المستقله او المدبره بطريقه مستقله. اليوم الصباح كيتبلغني على انه الحراس ديال السبيطار غادروا السبيطار، الممرضات هذوك اللي كيديروا النظافه لي فام دو ميناج غادروا السبيطار، الماكله ديال لي باسيون ما بقاتش كتجي لانه كيتفتح سبيطار وما عندناش باش نخلصوا لي بريستاتير دو سيرفيس. هل يعقل السيد الوزير اليوم انه تكلمت معكم في هذا الموضوع
وساهمنا بالمستشفى المجلس الاقليمي واحد 2 مليون ديال الدرهم هذه واحد الاسبوع. دابا المشكل اللي كاين هل الفلوس حنا عطيناها لكم واخا نتوما ما قدرتوش تبرمجوا هاد الفلوس هادو هذا ولكن ما قدرتوش تصرفوها. دابا المشكل ما بين وزاره الصحه ووزاره الماليه في نفس الحكومه. الله يجازيكم بخير السيد الوزير، خاصكم تلقاو حل للمستشفى الاقليمي ديال مديونه طارئا. شكرا. تفضل السيد الوزير. فعلا خصنا نلقاو حل هذه الاشهر اللي جايه بدمان ما يتحل المشكل يعني بشكل نهائي انطلاقا من 2009 ويشتغل مستشفى مديونه بحسابه الخاص كمصلحه مستقله ديال الدوله. غنجبروا الحلول بطبيعه الحال معكم ولكن كذلك مع وزاره الماليه باش نحلوا هذا المشكل. حنا كنا قررنا باش مستشفى اخر يساهم في تدبير هذا المستشفى وفي يعني القيام بمجموعه من النفقات الاساسيه. فيما يخص مساله ديال الصيانه، بقي عندنا الاشكال ديال المقاربه التدبيريه التي تتعارض مع المقاربه الطبيه الصرفه الصحيه في تدبير المستشفيات. خصنا لان قلتوا الكلينيك ولما كنتكلموا على القطاع الخاص، كاين واحد التدبير اليوم اللي مبني على في واحد الحكمه، مبني على يعني الاداء ومبني على تحسين الاداء ومبني على المحاسبه. هذا الشيء خصنا نزيدو نطوره في المستشفيات العموميه باش نمشيو فيه. تنقول دائما انه خصنا نمشيو للاستقلاليه ديال المستشفى العمومي غيتم باش نستمروا في عملنا المركزي، لانه ما يمكنش نمشيو للجاوي بحال اللي قلتيو بلا ما نديروا المواكبه ديالها. باش نستمروا في هذا العمل غيتم اصدار قرار بتفعيل الزاميه الصيانه ومراقبه الجوده وقائمه المستلزمات الطبيه المعنيه، يعني اللي غيلزم المسؤولين على المستشفيات باش يقوموا بلا بريفونسيون بريفونتي يعني بلا الصيانه الوقائيه يعني دائما باش يمكن ما نطيحوش في الاشكال اللي طرحتيه ديال سقوط بعض الاليات. شكرا السيد الوزير. شكرا.